قطعنا كده فتره كده مش كبيره قوي، وبما اسبوع او اسبوع ونص بس. في الفتره اللي احنا وقفنا فيها دي حصل مشاكل كبيره جدا في العالم كله. مرض الكورونا، 21,000 واحد مصاب في ايطاليا، الصين بتحتفل ان هي ما عندهاش ولا حاله كورونا، اسبيتاليا رجعت امبارح، فالموضوع شكله كده مهم طالما اسبيتاليا رجعت، وايجيكولوجي هيعمل فيديو عن الكورونا، فجد الموضوع فعلا خطير ومهم. فنتكلم عن الكورونا. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كروب خير. او مره تشوفني انا كان معايا فبقدم مقطع لايف ستايل وانت في سبيكر، ادخل كده خد لك لفه، لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول. اسبوع ونص ما قلناش المقدمه دي، وحشتنا صح؟ طيب، الكورونا وبقى عالمي، وفي ناس بتقول في حظر تجوال هيتم، وفي ناس بتقول الجيم هيقفل، وفي ناس بتقول المدارس اتاجلت، وكل ده ماشي. فطبعا انت هتتفرج طبعا دلوقتي تقول لي اها ما جاتش من عندي، انا كنت عايز اروح الجيم وحصل كورونا والدنيا في قلبان ومش هينفع اروح الجيم يا معلم. تعالى هنا بس، تعالى هنا. هتقول لي تعالى هنا ايه بس، ده فيه بقى عالمي وكورونا ممكن في خطر كبير قوي عليا لو انا رحت الجيم والكلام ده. ماشي ماشي ماشي، تعالى هنا قرب كمان. وما انا هنا ليه؟ الجيم وخطوره الجيم دلوقتي، وفي دلوقتي احتماليه انك تصاب بالكورونا وانت رايح الجيم عاليه، فاحنا عايزين نحصن كده نفسنا، وفي نفس الوقت ما نوقفش الجيم اللي احنا بنبني فيه من فتره كبيره. فالنهارده اقول لكم على كذا حاجه كده، او كذا كده تيبس او تركايه كده تعملهم في الجيم عشان تتفادى اي اصابه للكورونا، ونكمل في الجيم ونعمل فورمة الساحل. قبل ما تتفرج على الفيديو ده كده، حضر كده كوبايه الشوفان بتاعتك الجميله، علشان بعد ما تخلص الفيديو ده هنروح الجيم. كلت الشوفان بتاعك الجميل، يلا بينا ننزل. وانت رايح دلوقتي الجيم دلوقتي وخلاص جهزت اللبس بتاعك وجهزت الشنطه بتاعتك وكل حاجه، قبل ما تدخل كده الجيم عدي على اي صيدليه، هات لك جوانتيين او اتنين جلافز كده، الواحد بجنيه، او لو في صيدليه مثلا مستغليه الموقف اللي احنا فيه او استغلاليه يعني هتلاقيه ب 2 جنيه بجنيه ونص، مش هيزيد عن كده. هتلبسهم وانت داخل الجيم وانت بتلعب اي حاجه، مهم جدا انك تلبسهم وما تقلعهمش خالص، عشان ممكن يكون واحد مثلا عطس في دمبل او عطس في طاره وانت بتلعب، او عطس على جهاز وانت بتلعب عليه، ولا اي حاجه ممكن لا قدر الله هو يكون عنده المرض ده، فهو انت لما تيجي تمسك بايديك الجهاز او كده فتتنقل ليك يعني، فبرده سلامه ليك انك تلبس الجلافز ده وبعد ما تخلص تشيله. وهو في طريقه جدا انك تشيله بيها عشان ما تشيلهوش طبعا، وايديك تبقى لو انت مثلا مسكت مكان مثلا حد عنده كورونا اي حاجه، فما تمسكش انت الجوانتي وهو في كورونا ويجي لك يعني والكلام ده، فانت قلعه بالطريقه دي. الطريقه دي بتحميك اكتر انك ما تمسكش الجهه اللي بره اللي هي مصابه اكتر، لكن اللي جوه دي انت دي ايدك، فالمفروض تشيله بالطريقه دي. طيب انا واحد دلوقتي مش مقتنع وعندي هوس كبير قوي وبخاف من كل حاجه، ولا انا مش عايز اجيب الجوانتي ده، او الجوانتي مش شايفه ان هو هيحميني اكتر، الحل البديل هتجيب مع الجوانتي كحول. هتلاقي الكحول ده ب 25 جنيه ب 35 جنيه، 150 مللي هيقضيك الشهرين اللي جايين دول اللي فيهم القلق دول لحد ما نشوف البشريه هتمشي ازاي بعد كده. هترش فيه قبل ما تعمل، هيكون طبعا معاك فوطه، انت لازم اصلا يكون معاك فوطه، ده بعيد اصلا عن الكورونا يعني. هترش رشتين كده قبل ما تلعب، هتنضف وبعدين هتلعب، وبعد ما تخلص هتسيب الجهاز وتمشي والجهاز اللي بعديه. عندك هوس اكتر، هتجيب كمامه هتحطها مع الحاجتين اللي احنا قلناهم دول، يبقى انت كده بتامن نفسك جوا، والالات اللي انت تلعب بيها او الدمبل اللي انت تمسكه او الحديد اللي انت تلعب بيه، وانت كده امنت نفسك وفي السليم. طب انا برضو مش مقتنع، وانا اصلا عايز اقعد في البيت عشان ما ينفعش انزل غير الدروله القصوه، اعمل ايه؟ وهنا يجي دور الفيديو اللي احنا عملناه المره اللي فاتت عن ازاي تعمل جسم كويس في 30 يوم، اظن دي امن حاجه ممكن تعملها. انت هو ما بتنزلش من البيت، وفي نفس الوقت بتتمرن، هو مش زي طبعا الجيم بس بتتمرن تمرينات يعني هتسخن العضله شويه، هيبقى في برضو استمرار بدل ما انت قاعد ما بتعملش اي حاجه خالص. ونصايح سريعه كده، بعد ما تخلص كل ده طبعا، وبعد ما تخلص الجيم والكلام ده، حاول ما تلمس وشك كتير قوي غير للضروره القصوى 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 يعني. حاول ما تسلمش على حد من قريب، حاول ما تبص حد، حاول ما تحضنش حد. طبعا الحاجات دي ممكن واحد صاحبي مثلا او واحد صاحبك يقول لك لا يا عم ايه ده، لا ده صاحبي اخويا في ايه جدع ومش عارف ايه، ماشي معاك، بس برضو انت لما تيجي تحضنه وترديه اللي انت اخوات بقى واصحابه والكلام ده، لو انت تعديت لا قدر الله ما حدش هينفعك، فهو الموضوع بس وقايه مش اكتر. تغسل ايدك زي ما هم بيقولوا 15 ثانيه 20 ثانيه، اخترع بقى غسل ايد بقى، اعمل كده، اخترع غسل ايد، اغسل ايدك 15 ثانيه او 20 ثانيه برده كزياده وقايه. طب انت دلوقتي في مواصلات دلوقتي مثلا وخلاص حبيت ان انت تعطس والكلام ده، حاول تعطس في منديل وبعد ما تخلص ترمي، لو انت خلاص معكش منديل زي حالتنا كلنا يعني، ما تعطس كده
يبقى أأمن برضو شوية، وحاول تبعد عن الناس أو تبعد عن الزحمة اللي في المكان، حاول تنزل الضرورة القصوى فقط زي ما بيقولوا، بس يعني كجيم ماشي، كأنك تروح مثلا في حتة ماشي الكلام ده، يعني حاول ما توقفش حياتك كل يعني، لا يعني أنت برضو شغال بس في نفس الوقت حصر، أو في نفس الوقت حصر في نفس الوقت حاضر. في اخر الفيديو ده حابب اقول ان الموضوع فعلا خطير، الموضوع زي ما الناس بتقول ده هم اصلا حرب بيولوجيه وفي الاخر هم عندهم العلاج والكلام ده، لا الموضوع قلب بجد. انا في الاول كنت بقول ان الموضوع كله زي فيروس اي فيروس وخلاص شويه كحه وهيروحوا، بس فعلا الموضوع قلب بجد. وقفوا الدوريات كلها اللي في العالم، في ناس اصلا بتقول اصلا الدوري الانجليزي ممكن يتلغي. ايطاليا استهونت بالموضوع ودلوقتي بقى عندها 21 الف حاله مصابه مؤكده بالكورونا، ده الكلام ده واحنا بنصور الفيديو ده. في ناس بتقول او الاحصائيات بتقول لو ما لقيناش علاج لمده سنه وفضلت عدد المصابين في نفس العدد اللي احنا فيه ده او بنفس النسبه، على اخر السنه هنكون 70% من كوكب الارض كله او من سكان كوكب الارض كله مصابين بفيروس الكورونا. وبس كده احنا قطعنا شويه كده حلوين، اسبوع ونص ممكن نقول عليها استراحه محارب، بس انا بصراحه قطعت الاسبوع ونص دول طبعا عشان المطره والكلام ده، وفي الوقت ده حاولت ان انا استغل ان انا اطور نفسي في الايديت واطور نفسي في الكالر بتاع الايديت والالوان بتاعه الايديت والكلام ده. ففي فيديوهات جامده حلوه جدا الفتره اللي جايه، احنا دلوقتي تقريبا 3000، فعاش جدا، سبسكرايب ولايك وشير ودوس يا كوتش.